انواع التدافع بين اهل الايمان واهل الكفر، مش بس جانب واحد اللي هي ساحه القتال، وقلنا الكلام ده في ال 200 حلقه اللي فاتوا. لا مش بس بالسيف وبالسلاح زي ما هم بيواجهوا هناك، لا، المدافع في امور كتيره جدا، وده دورنا. مدافع اقتصادي يا امه المليار، خلينا واقفين هنا بالله عليكم شويه عشان انا يعني عايزه ابهدل شويه هنا. مدافع اقتصاديه في ايه؟ ده احنا الدوله المستهلكه، ده احنا الشعوب المستهلكه، احنا الكريد اللي بندفع، احنا اللي بناخد، احنا المستهلكين. تروح تقول مقاطعه فين يا جماعه؟ في يا امه المليار، فين صناعتنا، وفين اكلتك، وفين شرب، وفين اقتصادك الخاص بيك، وفين مصانعك؟ مش مصانع كرتون وشيبسي وكلبز وكلام فاضي. فين مصانعك؟ فين الصناعه اللي انت بتصنعها؟ الجيش بتاعك اللي كان بيصنع فين؟ فين يا امه المليار التدافع الاقتصادي؟ فين؟ مفيش لا سلاحك ولا دوائك ولا القمح الخبز بتاعك. ثلاث حاجات مات عليهم الرجل الصالح، لا سلاحك ولا دوائك ولا لقمه العيش تاخدها من. طب ما احنا بنزرع، انت عندك انت القام. لا ما تزرعوش قمح وديكوا معونه. طب تبور لي ارض ليه؟ لا ما تعملش القطن ونديك معونه. نزرع ايه؟ وتعالوا اسمعوا من الفلاحين بيقولوا ايه، ولا بتوع الصعيد بيقول لك ايه؟ يقول لك غصب عنا ما نزرعش ولا قصب السكر. قصب السكر واللب، لب ايه اللي هو تبع الشمس ده؟ لا لا لا، لب ايه؟ فين القطن وفين القمح وفين وبعدين يمنع المعونة فتبقى مذلول للقمتك، كارثة. يبقى التدافع مش في ساحة القتال، لا، في التدافع الاقتصادي، وفي تدافع مدافع إعلامية، إعلام بيواجه إعلام، وده اللي حصل. يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. إيه اللي حصل؟ في عملوا السوشيال، بيقفلوا الصفحات، عاملين خوارزميات للكلام اللي بيطلع. يلا ترجمه، مين بيعرف اسباني ومين بيعرف ايطالي ومين بيعرف كذا، ترجموا يلا طلعوا المقاطع. ما قدرتش الخوارزميه على كل ده، فطلعت الحقائق لايف، طلعت الحقائق والضرب والحرق والمجازر لايف قدام الناس كلها. المدافع الاعلاميه مهمه، الناس اللي بتعرف تتكلم مهم، الناس اللي بتعرف تطلع وتقول وتكتب وما تستقل مهم. في كمان مدافع باللسان، قول الحق. في مدافع بالقلم والكتابة، وأعرف ناس كتابتهم بتعيطني، مطلعين بكل جوارحهم من إحساس. اكتبوا، قولوا واعملوا، اللي عنده بلاغة في أمره وفي لغة يلا اكتبوا. في مدافع اجتماعية، مدافعات كتيرة، مش بس بالسيوف وفي ساحة القتال لا لا لا، وده واضح دلوقتي وشفناه. مدافعات في النت موجودة، مدافعات للقنوات، والله من أوجه المدافعة العظيمة، وأنا بقول ديت أوجه التدافع، الإعلام. الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن، جعلنا منهم، جعلنا منهم يا رب، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. دفع، دول بالسلاح، دول بالكلمة، دول بالقلم، دول في الخطابة، دول في المناظرة، دول في الاقتصاد، دول في الإعلام، وده اللي محتاجين. بيان الحق وإزالة الشبهات ذات نفسها، الرد على الباطل، الرد على الكلام، دول طلعنا أول بأول نرد ونقول. تدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف، مدافعة ومحاربة المنكر مدافعة لا تتوقف، بيان سبيل المؤمنين وسبيل الحق وده سبيل الباطل، ده مدافع وسنة لا تتوقف، كشف الباطل والبدع وزيف وسبيل المجرم ايه وسبيل الحق ايه، مدافعة لا تتوقف، الصبر على الحق والصبر أمام كيد الأعداء دوت ومكرهم، ويمكر الله بنا بهم يا رب اللهم أمين، مدافعة لا تتوقف. وأعلى ده الجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له مقولة بتقول الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة بس حتى باللسان، والحجة والرأي والجدال بالحق والتدبير والصناعة. الصناعة يا أمة المليار، الصناعة مصانع لنا، مش كله استيراد استيراد استيراد. واحنا بتعمل ايه؟ شيبسي. ايه المصانع معمولة ايه؟ مصانع شيبسي، يا نهار ابيض، ايه بتيفور والله العظيم، على مصيبه. ويا ريتها حتى في الاخر مش عارفه فوجئنا ان هي جايه من عند مش عارفه يوجيني ولا نعرف اسمه، نسيت الاسم. يعني حاجه كارثه، حاجه كارثه.